أهلا بكم جميعا في الفيديو الرابع من دورة تعلم برنامج ريفيت 2024. في الفيديو ده عايزين نتعلم ازاي نضيف طبقات تشطيب للحوائط بتاعتنا. يا ترى هنعمل الكلام ده ازاي؟ هو ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة، طريقة عمل طبقات تشطيب في برنامج ريفيت المعماري للحوائط. زي ما انت شايف الحائط اللي قدام حضرتك ده حائط عادي جدا، عبارة عن طوب مفهوش اي طبقات تشطيب. عشان نضيف طبقات التشطيب بتاعتنا كل اللي علينا اننا هنختار الحائط بتاعنا ونقول له edit type. بعد كده هنخش على الاستراكشر هنقول له edit. هتفتح لنا هذا المربع، هنلاقي فيه كور باوند وفيه استراكشر وفيه كور باوند تاني. طيب هنبتدي في الاسفل هنلاقي فيه خيار اسمه insert، هنضغط عليه كليك هيضيف لنا layer تانية. اللير التانية دي عايزين نخليها فوق الاستراكشر، قلنا الاستراكشر ده هو العظم بتاع المباني اللي هو الحائط، عايزين نضيف طبقة تشطيب لازم نخرج بره الكور باوند. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنقول اللير بتاعتنا دي اب اطلعي فوق، يبقى بقت استراكشر هنغيرها طبعا هنخليها من هنا فينيش 1 بهذه الطريقة، بعد كده كور باوند بعد كده استراكشر بعد كده كور باوند. طيب عايزين نضيف لير تانية هنقول له insert، المرة دي بقى هنقول له ايه؟ داون 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 داون، هنخليها في الكور باوند اللي في الأسفل بعدها، بعد كده هنغيرها هنخليها finish 2 بهذه الطريقة. عايزين بقى نبتدي نضيف سمك الفينش الأول هنقول له وليكن 0.05 5 سنتي بهذه الطريقة، والفينش الثاني هنقول له برضه 5 سنتي على حسب التشطيب اللي أنت شغال بيه سيراميك أو بياض 0.05 بهذه الطريقة. وبعد كده نقول له اوكي ابلاي اوكي. هتلاحظ ان الحائط بتاعك اتضاف له تو ليرز، بقي الحائط نفسه بعد كده في خط تاني اللي هو في سمك التشطيب الخارجي وفي سمك التشطيب الداخلي. طيب عايزين نضيف طبقات تشطيب للحائط التاني هنختاره ونقول له edit type ونقول له edit، هنقول له insert هنطلعها فوق، هنقول له up، هنقول له insert مرة اخرى، هنقول له اب هنختارها طبعا هي طلعت اوريدي فوق خلاص. بعد كده هنقول له انسرت مره اخرى ونقول له داون 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 انسرت داون داون. انا بعمل ايه حاليا؟ انا بعمل طبقتين تشطيب مش طبقه واحده. في الحائط الاول عملنا طبقه واحده، الحائط ده هنعمل طبقتين، هنقول له من دي استراكشر فينيش 1 ودي فينيش 2، وهنيجي في الاسفل هنقول له فينيش 1 واللي تحتها هنقول له فينيش 2 بهذه الطريقه، وهنيجي عند الفينش 1 وهنقول له 0.02 سنتي، اللي بعدها 0.04 سنتي، وهنيجي في الاسفل نفس الكلام 0.02 0.04. طبعا السمك زي ما حضرتك عايز. بعد كده هنبتدي نقول له اوكي ابلاي اوكي. هتلاحظ ان هذا الحائط عباره عن المباني بعد كده مونة 2 سنتي، بعد كده تشطيب ايا كان بقى سيراميك تجليد ايا كان، وفي الاسفل نفس الكلام تقدر تضيف الطبقات اللي حضرتك عايزها. يبقى هي دي الطريقة اللي بنضيف بيها طبقات تشطيب في برنامج الريفت للحوائط. في الفيديو القادم ان شاء الله هنتعلم ازاي نضيف خامات للحوائط بتاعتنا. الفيديو بتاعنا انتهى، اشكركم، يا رب يكون قدم الإضافة لحضرتك. نلتقي في فيديو آخر بإذن الله تعالى.